هيحل مشكلة عجز الأطباء في محافظة وادي جنين لازم إنشاء كليتين طب وكلية تمريض على أرض الواقع. لو إنشاء الكليتين دول هيبقى ده المفرخة اللي بتطلع أطباء لخدمة الواقع. بالإضافة إن شاء الله يبقى فيه جامعة خاصة على أرض الواقع إن شاء الله، ويمكن أنا خدت الخطابات بتاعتها والطلبات بتاعتها، وإن شاء الله هنبعت جواب إن إحنا عندنا استعداد ولا مانع من إنشاء جامعة خاصة، والجامعة الخاصة دي هيبقى فيها كلية صيدلة وكلية علوم وجميع الكليات يعني. بالنسبة للتشريعات، مشكلة الولاية على الأرض تعتبر محافظة من المحافظات الصحراوية اللي بتخضع على أحكام القانون 143 سنة 81 و7 سنة 91 وقد نشأت القوانين على تعدد الولايات. إحنا طالبين إيه بقى؟ دراسة